في الأونة الأخيرة من جهة الكونفينم يعني أنا جلسنا راه كل واحد راجع الأوراق ديالو كل يعني سورتو الشق الفني يعني الناس لي زارتيست راه بقاو جالسين فين غادي أنا شنو تندير أنا كانوا عندي بزاف ديال 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 البيبان محلولين يعني الاستوديو هذا تندير معاه الشعبي هذا تنسجل عنده الملحون هذا تندير عنده هذا الشيء يعني الشبابي يعني وتا حاجة ما كاملة جلست عطيها تربوزي كل صادق معك يعني وبقيت نخدم تنكمل هذه تنكمل هذه واخا كان إكراهات كبيرة يعني في الجائحة وخاصك باش تبلع صحيح خدمت على هذه المسألة اللي هضرتي اللي هو ألبوم ديال الملحون عاودت كاع هاد القصايد اللي خدمت قول لنا القصايد الصفق عاودت غيتا عاودت الكاوي عاودت الغزال فاطمة عاودت عاودت يعني شي سبعة ديال القصايد يعني هذه اللي استحضرت دابا عاودت سميتها البراقية يعني بزاف ديال يعني ألبوم كنت يعني القصايد الأغلبية اللي معروفين دابا معروفين اللي مسموعين ما عاودتيش جلج الكوزينة لا ما جالس جالس والله الا جالس جالس تتعاود من الصباح حتى تتعاود عاود معك عاود شي نكته مثلا قلت لك هي هذيك جات حتى الفكره هادو غادي يكونوا كوم البوم ان شاء الله يعني ملحونيات صابونجي بحكم انني تنديرهم مثلا بطريقتي وكيف ما عهدوني يعني الجمهور ديالي تنغنيهم في الاعراس وهذه والحفلات قلت لي مالا نعطيهم واحد الهدية وبحكم أنني أنا تنعشق هذا اللون غنعطي فيه غتكون بيسر أكيد أكيد جات فكرة أخرى من عند المانجر ديالي علاش ما ناخدوش مثلا غير فحال دابا الطرف الأول يعني القسم الأول وماشي تكون القصيدة حيت التايمين ولا دابا تلعب دور كبير يعني فهمتيني يعني وليتي خاصك ما تفوتش ثلاثة دقائق ونص أربعة دقائق غون ماكسيموم يعني انا قبل كانت دابا القصيده راه 12 دقيقه 14 16 11 صعيب باش تسمع صعيب ما غايسمعهاش هاد الجيل اللي انا غنخاطبو دابا غادي يشوف اصلا هذاك لو تايمينغ الناس اللي قدامني غيبغيو يسمعوها غيمشيو يسمعوها من عند مولاها يعني